العديد من علماء الآثار وأساتذة الجامعات والأكاديميين من مختلف دول العالم تزاحموا في مقر وزارة الخارجية اليونانية وسط أثينا للمشاركة في أول مؤتمر دولي وأحد أكبر المؤتمرات في الشرق الأدنى حول الآثار تحت عنوان البحث عن الآثار في كردستان العراق والمناطق المجاورة. في الآونة الأخيرة توافدت إلى الأقليم مئات البعثات الأجنبية والجامعات الأوروبية إلى العراق، وكان هنالك أعمال تنقيب آثارية في مواقع عديدة، وكان لجامعة أثينا اليونان دور كبير في هذا المجال. تنظيم المؤتمر جاء بمبادرة من جامعة أثينا ومعهد البحث الأمريكي عن الآثار وبرعاية وزارتي الخارجية والثقافة باليونان والمديرية العامة للآثار بإقليم كردستان العراق وجامعة صلاح الدين والسفارة العراقية بأثينا وبمشاركة شخصيات مرموقة من 15 دولة. هذا المؤتمر جاء بمبادرة من جامعة أثينا ويشارك فيه أكثر من 100 متخصص من أساتذة الجامعات وعلماء الآثار، وتنظيم المؤتمر يأتي في إطار العلاقات القوية بين اليونان والعراق حيث يوجد في دولتين آثار عريقة ومهمة للبشرية. هذا عراق الجديد، عراق اللي هو راح يكشف أو يعرض الاكتشافات الموجودة والتنقيب ويعرضها على الناس ويعرفوا مدى يعني أهمية وتراث العراق العميق. هذا المؤتمر يتحدث عن التنقيبات الآثارية التي حصلت في كردستان ونتيجة هذه التنقيبات واستكشافات الآثارية التي حصلت من قبل الجامعات المختلفة. المشاركون في المؤتمر تحدثوا عن الاكتشافات الآثارية في شمال العراق وما لها من أهمية في معرفة تاريخ هذه المنطقة العريقة في العالم والنظرة الثاقبة للمجتمعات التي عاشت في بلاد ما بين النهر وكيفية وضع استراتيجية شاملة للتنقيبات الأثرية المقبلة والحفاظ على ما يتم اكتشافه والاستفادة منه. هذا المؤتمر يعتبر عملا مكملا للبحوث الأثرية والتاريخية التي تجري في شمال العراق ولطالما كانت تحوز على اهتمام دولي كبير. عبد الستار بركات، العراقية، أثينا.